السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثالثة من غاز ستيشن سيموليت أو محاكي محطة البنزين. الوسخ هذا طلع هو خاله، وأنا في الحلقة الماضية ما فهمت القصة. الموضوع ما فيه أنه طلبت 5000 أو هو من غير ما أطلب سلفني 5000 دولار، وكان حاطي 5 دقائق على اليمين مفروض أني أدفعها أو أرد الدين من الكمبيوتر، يعني كان تعليم أني كيف أتسلف، يعلموني وكيف أرد الدين، ولكن أنا ما فهمت صراحة هذا الشيء. ومرت ال5 دقائق وانشغلت مثل ما شفتوا في الحلقة الماضية ولا دفعت اللون اللي هو هذا، فجالين عندي المحطة وجلد عيني وخذ فلوسه، أو بالأحرى أنه ما أخذ فلوسه، لأن لو تلاحظون كانت فلوسي 600 وبعد ما جلدني بقت 600، فأنا ما أدري وش اللي صار، سامحني بعد ما جلدني أتوقع، هذا اللي فهمته صراحة. الحين ممكن ناخذ 1000 دولار، بس احنا تعلمنا من الجلد خلاص، يعني ما يكفي يكفي يا حبيبي. طبعا شكرا على كومنتاتكم يا اخوان في الحلقة الماضية وكل الحلقات يا اخي، اشكركم على دعمكم والله. هذا الجراج يا اخوان مثل ما تشوفون فيه غسيل سيارات، الظاهر بيكون عندنا شيء جميل. خلوني بس انظف المكان وارجع لكم. ضبطت؟ ان شاء الله انها ضبطت. كيف الحركة بس؟ اتمنى ان بعدين يمدينا اجيب عمال ينظفون، مش بس سيارة تيجي. حياك الله، على بال ما الله اكبر الشرطي ينتظرني. لا من جد هاللعبة واضح انه ما في وقت، اللي رايح جاي عرفت. هذا ولسه ما فكيت الجراج، لازم تكون انك سريع مرة. ممكن اسكر المحل يا اخوان واركز على موضوع التنظيف، بس خلونا شوي. البنزين ما شيكت اذا كان باقي ولا لا، انا بغيت اشوف موضوع الجراج. في علامة استفهام هنا ما ادري حقت ايش. ايوه اللي هو تشغل او تفتح الباب ممكن. ايوه حلو. تاسك كومبليت، بي كيرفول، كيب يور وير هاوس جيت كلوزد اذروايز سم ون مي ستيل فروم يو. لازم نسكر الباب ولا احد بيجي بيسرقنا. ففي ثيف سيميليتر احد يلعبها علينا. هذا مغسل الحين ولا ايش النظام؟ ايش المفروض نسوي؟ يقول لي ريموف ذا هاي ستاك تو ميك ذا وير هاوس اوبريشن اجين. اوكي معطيني تنبيه، فيول ستيشن از لو، وفي واحد كاستمر موجود في المحطة ينتظرني. حلو، في تنبيهات، حلو، مش لازم اجي اشيك. هلا والله هلا. اوكي خلنا نحاسب هذا ونطلب لنا طلبية بنزين. الظاهر نخلص. خلنا نشيك ديليفري فيول سبلاي. حلو باقي 6 من 200. الخزان فاضي، يعني الخزان ياخذ 200. بنطلب 200 والستة هذه بتطير اوردر. خلنا بعبي هذه وبسكر المحطة. اوه بالغلط سكرت. وتقول لي تباني ادفع المبلغ كامل، يعني هي اوريدي دافع اهلية حق الليمت هذا اللي اوصله. والله قصبناها يا اخوان، اعطتني فلوس صرت 84 وانا معبي لها نتفة. حلو عرفنا كيف نقصبهم. حلو هذا البنزين شوية ويوصل. انا ما سكرت يا اخوان صح، البنزين خلص. شوف هذا هو طلبناه، كان 6 لتر باقي وخلصت. اوكي فانا ما ظلمت احد والله ولا قصبت احد، لكن جت من الله، نسيت انه باقي 6 لتر بس. خلنا بنسكر المحل. انا على بالي نسكر المحل من البي سي نفس كافيه سيميليتر، بس نسيت انه من هنا. يلا هذا اخر زبون، ما ادري اذا سكرت هل بقدر اعبي له ولا راحت عليه. شكلها راحت عليه، راحت عليه والله ما ادري. سويت كلوز، شوف ليه صار احمر، لسه ناشب. طيب ما في بنزين. كلوز جاز ستيشن كلوز. هذا سحب علي يا طيب، ولا عشان اتاخرت عليه سحب علي؟ بتدعمني يعني؟ تدعمني يعني ولا ايش؟ روح عبيلي بالحلال، ما عندي بنزين. والله 0.09 يا اخوان، قصبني اقسم بالله. ان شاء الله انه بياخذ لفه وربي سحب على ابو جدي، راحت الفلوس على الفاضي. يا حبيبي الحين لو بطلب 100 لتر ب 175، انا ما عندي 175، فلوسي كلها 84، فلازم افتح المحل و لا هذا هو رجع. الحمد لله رجع رجع رجع. اي يا شيخ على بالي فلوسي تروح كذا، تاخرت عليه شوي. والله ما لها داعي يا اخوان، ما بتاخر عليك، بنتظرك قبل لا توقف. بس ايش الحركه اللي ما لها داعي هذه؟ كويس اني فتحت المحل على بال ما اعبي البنزين يكون فيه الزبون جاني. لو ان اللي ما عندك وقت انت، خرب بيت ابو ذا الوجه. يلا شبك لي يلا. ايوه عبي يا مدير، عبي اكثر من الطلبيه. ما اعرف كذا المفروض انه يعبي يطلع صوت. خلنا بنشيك اذا فعلا يعبي. اي والله شوف الله رهيب والله. 194 ليه 194؟ حبيبي باقي 6 وربي لا اشب لكم انا، بتقصبوني عن عينك.
في شرطي بعد موجود هنا ها، شرطي واقف هناك اقسم بالله يا اخي ما له عين يا شرطي، جالس يتحكحك هذا بعد. واو سوبر، روح لاحق هذا قصبني يا شرطي. هلا هلا بالزباين، هلا هلا بالزباين. شبسات مخلصة ظاهر، لازم نسوي لها طلبية. ايش؟ اوه ما لقيت اللي تباه، شفتوا؟ والله شكلها تشتري من جديد. Not enough money، ما في فلوس، فلوس ما في. يا اخي انا باخذ لون $1000 وبياخذ مني 1100، ياخذ 10% ارباح من الذين. ولين متى طيب؟ اوكي باقي لي 23 دقيقة وارجع ال 1100 حقه. حبيبي ان شاء الله ابشر. اوكي الكحول الحين يمديني 170 وسجرت، وش باقي بعد؟ سوفت درينك والسناك. اتوقع هذه اقدر اعبيها. خلينا نشوف الشلب هذا، السناك وهذا، التوباكو مال التدخين هذا لازم يكون كذا وراي، عرفت؟ ورا المحاسب. انا سوفت درينك افضل الصغير، يمدينا ننوع. وسمول الكحول. اوه جمع الشرطة عندي، جمع الشرطة، حاصروني الشرطة. خير ان شاء الله، يا مرحبا يا هلا. شكله بيجي بيشوف الكحول الحين، يقول له ايوه وش ناوي تسوي انت؟ المشكلة ان علينا دين يا اخوان، فلازم نسدده لا يجون يجلدون عيني. يا ساتر وش خلاني اخذ الدين انا، ولا اعرف اعبي الاغراض. اوكي الحين يقول لي سوي ريستور نوت اناف ماني، $50 ما عندي. والله عيب يا اخي، والله عيب. الحين هذا بعبي لها، هذا ولا هذه؟ هذا هذه بعبي لها. يا ويلكم، يا هلا يا هلا بالزباين، يا مرحبا. جبنا $59، الحين نسوي ريستور. اتشيفمنت انلوكت، حلو. يقول لي روح الدليفري تاب الحين برودكت. ايوه والله كان في جلتش. الحين يمدينا نطلب الاغراض، شوف تعرف استهلاك المستخدمين او كم مره اشتروا هذا الشراب وتجيب منه. سمل از هوربل، قال يبالي تنظيف المحل. بس ثواني انا استانست بالموضوع هذا. اوكي الحين ليفل كم انا؟ ليفل 2. اوكي ليفل 2 فتح لي هذا. يبالي تنظيف، جيب هذا درام، هذا اقرب درام. هوبا الله اكبر. ايوه وصلت المنتجات. الحين لازم نحطها في الوير هاوس الظاهر، لازم نفتح له الباب. ثواني ثواني ثواني. يا هلا والله، يا هلا يا هلا، ما شاء الله تبارك الله. انا رميت الاغراض هذه بعدين. انا ما طلبت الا بيبسي واحد بس كتجربة يعني. اتوقع لازم اني ايوه، اما عادي دويا على حسب التعليمات المفروض احطها في الارفف. ايوه كويس خلاص، توكل على الله، مفروض انه يمشي. ايوه طيب الحين مفروض انه نرجع عند الشلف اللي ناقص هذا. نمبر برودكت، ايوه بليس اول، ما شاء الله وصلت العصاير. حلو الحين فهمنا، الحين الشغل نظيف. بس باقي 10 دقائق على هذا، ارجع له فلوسه اللي هي $506. من اين لي هذا؟ اوكي يقول لي رد على الاتصال، بس الشاحنه قريبه وصلت. خلنا نرد على الاتصال على السريع عسى ما بيجي بيجلدني. بس I see you're putting hard work into keeping your station running again kid, keep those customers happy you hear. يقول لي لازم اراء الكاستمر عندك كويس عشان المحطة تنشهر. طبعا النظافة والامور هذه راح تجيب زباين اكثر، كل ما اشتهر كل ما بيجون الزباين اكثر، فلازم ننتبه على هذا الموضوع. Great job. اوكي شكله نبهني لان الوساخة عمت المكان، عمت المكان هذه متعوب عليها يا اخوان. وين حق كافيه سيميليتر هذا حق التنظيف يا اخي؟ والله انها تفك ازمة. اصبروا علي شوي وبجيب زباين
مو بس مكينة هذيك اللي تنظف، لا بيجوا الناس ينظفون كذا إن شاء الله. أتمنى تكون إضافة أجمل في هذا اللعبة. مثل ما تشوفون الحين صار بالأخضر النظافة فوق على اليسار. أوكي الحين يقول لي اشتر حمام. كم فلوس صارت؟ رابشني هذا حق الدين والله. هذا إيش هذا؟ بسك تويلت. أوكي $50. حلو تاسك كومبليت. تقريبا هذا باب الحمام كان هنا. أيوة احتاج لتنظيف بعد. يا طيب اصبر خلنا ننظف. طيب اوه باقي داخل هناك. What the fuck? What the fuck? يخرب بيت الطقاع، يخرب بيت ابو الطقاع. تعبوا بتصميم الصوت. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وش تبى تشتري بعد الطقاع هذا كله؟ بتشتري لا بالله. تشوفون يا اخوان الاعجاب 40% فوق على اليسار. الحين يقول لي المشن انكريس ذا سمعه المحل بواحد، فبنحاول نضبط الوضع ونضيف ديكور داخلي. بس والله الفلوس يا اخي مشكله. بشتري لي شغله واحده بس، ديكوريشن اندور. الساعه هذه موجوده حلو، رخيصة الأغراض. ممكن النبتة هذه، ممكن هذا الكوت يعلقون فيه الجاكيت، ما أدري إذا يستخدمونه ولا لا. الفاضي خلنا نشوف الانفنتوري. النبتة هذه كذا عند المخرج أو المدخل. كان المفروض أن أشتري ثنتين بس يلا ما عليه. أيه هذا بسرعة يتعبى. هوبا شوف الحين زاد 47 لاني بيت لهم. اوكي 53 حلو، يعني مخدمهم بس حتى يزيد الليفل. والكوت جاك هذا ممكن احطه برضه جنبهم. باقي دقيقتين وانجلد يا اخوان، باقي دقيقتين وانجلد. ما اقدر اتوفر المبلغ اللي تسلفته. صرت اصقع في الجدران بعد. 200 200 200 والله صعب يا اخي. باقي دقيقه لاني بنجلد. خلنا بشتري بالفلوس اللي معي البرودكت. انا بس عندي عصير البرتقال هذا والشيبس اللي هو هذا. بشتري هذا وهذا 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 وهذا. البيبسي واللبن كنسلتهم. سوي اوردر. ايوه جايين يجلدوني، جايين يجلدوني. ايوه وبس يا شباب. هلا والله. اي راسي. You fail to pay your debt. ناقص 100 بوبيلتي. شيت عشان كذا الزباين ما يجوني. اوكي يا فلوس يا بوبيلتي. حلو عبيت الثلاجة بالمشروبات اللي طلبتها قبل شوي، وان شاء الله راح يمدينا نجمع فلوس لان صراحة كفاية اهانات. توبة من السلفيات والله توبة. خلاص انا ما عاد بتسلف، بضبط وضعي ان شاء الله. وبس يا شباب هذه كانت حلقتنا في اليوم الثالث من محاكي محطة البنزين. اتمنى نالت اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في المقطع الجاي. لا تنسون لايك. حياكم الله.